أنا اسمي وفاء عفاس، أنا من الأصل من ريف إدلب من أرمناز. طفولتي ترعرعت وتربيت بأرمناز، ودرست الابتدائي والإعدادي والثانوي بمدرسة أحمد الأسود. كان أول مدرسة ثانوية في ريف إدلب، وكان والدي مدير فيها. اضطريت أطلع بكالوريا على السعودية مع والدي لأني كان له 4 سنين. أخذت الثانوي البكالوريا في الرياض، طلعت من العشر الأوائل كمان على الرياض، وكان معدلي عالي، فحبيت أدخل في الرياض أي فرع ما طلع لي قبول. رجعت على حلب اللي هي مسقط رأسي، مكان ولادتي. درست هندسة معمارية، توظفت، لقيت حالي مفروزة لوزارة التربية قسم المدارس، الأبنية المدرسية بحلب مبدئيا. كانت الأبنية المدرسية عند الألا، وبلشت الشغل. هلأ العمل، أول ما بدينا كان فرز على المدارس، نحن نروح للترميمات والصيانة. المدارس بشكل عام فيك تقولي عليها بكل بساطة أنه ما هي مدرسة، يعني أنت لازم تجي على مكان معماري تقولي هذا فندق، هذا مطار، هذا مدرسة. لا، كان بمثابة فيك تقولي عليه سجن، صف غرف، وحتى الاتجاهات ما مراعينا، الناحية الصحية، التهوية، يعني أغلبها بالـ190. وكانت هي موكلة بناء للإسكان، لازم إجباري. لذلك المدارس كانت إنشائيا كإسمنت وأساسات وهيك في المية أكثر من 50، كان فيها تصدعات. وأنا لاحظ لما أطلع جولاتي أطلع مهمة مشان نعالج التصدعات والتشققات الخطرة على الأطفال. أحيانا تلاقي في جدار عم بهز، المدرسة سور بيعلوه، كمان هذا شيء غير إنساني. الطفل ما بدك تحجبيه، ما بدك تعمليه سور عالي، سجن. سجن كانت مواصفات سجن. الحمامات بآخر زاوية من المدرسة، وبعيدة عن طفل صف أول. ممكن يصير أحد المرات أنا رحت في جريمة تحرش على طفل لأني بعيدة وما حد حس فيه، والصوت ما بينسمع يعني. فالمدارس ما هي مدارس كانت. لما صار هلأ من شي 10 سنين دخلوا موضوع الميزانية كبرت، فالمدير المدرسة كان هو اللي نعطيه المصاري وينفذ بالأمانة. صار في دخلنا شيء اسمه متعهدين، بالغالبية المتعهدين الكسب المالي، يعني دائما نحن يجوا مثلا يقولوا اشتغلنا هيك عشان تطلعي تكشفي وتستلمي مننا لتصرفي لنا الكشف المالي. يقول طبعا انتم ما واثقين مننا. طبعا العلاقة بين المهندس والمتعهد ما في سيئة طاول. المتعهد اذا بتديري وشك هيك ممكن يغش، وبالاسمنت اكثر شيء كان لاني سعره هو العالي. فكان كثير في فساد، وفي تحسي في لوبي انه انا احنا هم جماعة المتعهدين بدنا ناخذ هالمدارس. طالعوا اي شخص بيجي من برا. هلا انا عملت بالعمل الوظيفي مع الدوله، وعملت بعمل خاص جانبي. رغم هذا العمل الوظيفي ما في شفافيه نهائيا، وفي متاعب كتير وروتين، ودخله قليل، كتير كتير الدخل قليل. العمل الخاص بدك تكوني بالتفاصيل، وممكن تعملي جودة بالعمل ودخله كبير، لكن بده تفرغ كامل. المعاناة الوحيدة انه مثل ما المكتب انه امرأة فتحته، في بمجتمعنا لسه الرجل الشرقي انه انا متعهد ما بقبل مرأة انه هي تصمم لي وهي توقف تشرف علي، وانت واقفة بالمشروع عم تقودي 30 عامل مع متعهد، مع مراقب فني، مع مهندس. في شوي عدم قبول خاصة بالريف. لما بتروحي على مدارس الريف، إدلب ريفها 1400 مدرسة، هالحكي من 20 سنة، بعدين الضعف الضعف تقريبا. ففي عندك مدارس بتلاقي صفوف مجمعة من مناطق نائية، أوف هي مهندسة بدها توقف تشرف على عمها، العامل ما بيقبلها.